شباب الكم. الفحوصات تبين ان حاله الاغماء اللي جات لك دي نتيجه الضحك بتاع الفتره اللي فاتت، ولولا ستر ربنا كان ممكن يتوقف القلب او يحصل وفاه. يعني يا دكتور ما راح اقدر اضحك مره ثانيه نهائيا، انا مدمن توك توك يا دكتور على طول على طول. لا انسى بقى الضحك ده خالص ونقلب بقى ونتشقلب على الحزن. خش بقى على الحزن، خش على السواد، خش على التعاسه، خش على الاخبار الوحشه. عاشر الناس اللي دمها تقيل التعيسة الكئيبة. قدام الناس الكئيبة هي حطني سنابك ورغم خليني اتواصل معك على طول. يوه ادواته يا اخي. يلا اتمنى لك الشفاء ان شاء الله. روح الله لا يوفقك ان شاء الله على الاخبار هذه. يعني ما اقدر اضحك نهائيا خلاص. سلامات يا حبيبي. طهور يا سيدي وتاج راسي انت. انت السبب، اكيد انت اللي ضحكته. اطلع برا سيكيورتي. دكتور ما هو فيه بحث ثاني؟ ما هو فيه؟ خذ الراجل ده واطلع برا. حس ما هو سوى؟ طلع الراجل ده برا. هيا قبل 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 قبل. اما انا ايش بويا تكتور؟ اقول لك امشي زنبيا. اما انا امشي زنبيا. اما انا امشي تاك اما كنكا امشي. مالك تتبرجم؟ عسى ما هو تشاء. آه فهمت عليك، عسى شباك تنورد. انت اللي ضحكته؟ يا ابن الحلال فر عني، انا ما ضحكته ولا شيء. هو اللي اطلع برا اطلع برا. الو ايوه حبيبتي ايوه لسه في المستشفى. الورد ماله؟ مش عايزه؟ طب يا حبيبتي خلاص جبت لك احلى بوكيه ورد في الدنيا، ده احلى زوج. بس ما تنسانيش بقى في الملوخيه والكوارع والحاجات دي. ها اوكي يلا سلام. يلا باي. تفضل طال عمرك. مشكور وما قصرت. وابو نواف طال عمرك ما يبي اي موظف في مسمى مضحكاتي علشان صحته بس. وانا ما اعطيت ال 500 حقتي. سموحه طال عمرك ما انتبهت لك. وانت ليش 500؟ 50 كاف بس تستاهل. فعن اللي اقوله لا تشخصوا الموضوع يا جماعه، الموضوع خطر كبير على صحه ابو نواف. مين قال لك انه احنا مضرين للصحه له؟ شايفني جراك وهذا معسل؟ وهو قال لي بالذات جراك والمعسل ما ابي اشوف رقعه وجيهم علشان صحته بس. يلا فهم الله حبيبي. انت فين رايح؟ لازم تديني شهاده خبره على الاقل اتوظف فيها مضحكاتي عند اي قصر. اعطيك شهاده خبره انت وياه. يلا بابا اشحن سيارتك وروح بيتكم. يلا يلا توكل على الله. يلا الحين عزوز ليه ما يقط معنا بالاستراحة؟ يا أخي استح على وجهك، عزوز ما يجي إلا مرة بالأسبوع، تبيه يقط بعد؟ هو اللي مفروض يستح على وجهه، وإذا يجي مرة بالأسبوع،
على الاقل جيب معه كرتون ماء، سكر، شاهي، مو بيجي دود لديه. هو صادق، ما دام يدخل استراحه يقط زينا زيه. اهو في احد قال قطه؟ اهو قطتي 500 ريال. مع انه ما اظن في احد ياخذ قطه من واحد مفصول من دوامه. اقول لا يكثر، هات القطه. لا تدف. ها اقول يا كفته، انت دفعت على القطه؟ انا ادفع اقساط كل شهر 700 ريال. ايش انت مطلع اكسل؟ اقول قم سوي شاي اسود تلقيمه زي قلبك الاسود. سم طال عمرك ناديتني؟ ما يصير الحكي هذا، ما يصير يا جوهر، قاعد طول الوقت بروحي. لا طال عمرك انا واقف برا علشان خاطرك، ما ابي اي متطفل يجي يقط لك نكته يضحكك، تروح من كيسنا طال عمرك. شوف ربعك كلهم راحوا. انا ما ارضى عليك طال عمرك، انا احبك. جوهر لا تسوي جو الحزن والدراما وان خايف علي، يا ابن الحلال خلصني، الله يرحم والديك، شوف ترى شوف غير. فطال عمرك تشوف غيري؟ يعني خلاص تبي تفصلني؟ ماني فاصلك، بس انت فصلت مضحكاتيه وما جبت غيرهم معزلاتيه، وين معزلاتيه؟ ابشر طال عمرك، يومين ثلاثه اسوي لك احلى اعلان واجيب لك المحزناتيه. لا لا لا، ما في يومين ولا ثلاث، اليوم، اليوم تدبر محزناتيه ولا ترى ارجع الكويت. لا لا طال عمرك ليش ترجع الكويت؟ اليوم يعني اليوم، تحت امرك. يلا فارج. تحت امرك. السلام عليكم. ايه يا عيال، ايش الطفش ده؟ ايش تبغانا نسوي لك؟ ضحك العيال طفشانين. اضحكهم؟ ايش شايفني؟ مضحكاتي. اجل ايش شايفينك؟ وكيل وزاره مثلا؟ وصاد ورا ما تمارس عملك بذا. يلا ابدا، يلا اقول لك يلا ابدا. الو، ايه يا جوهر؟ تكفى يا عزوز، ابي فزعتك انا طالبك، ابي لي كم واحد جوهم حزن حق الشيخ ابو نواف. تبي الان يشتغلوا عندك؟ بس المشكله بيهم الحين. لا يا ابويا، الان مو حاكي شغل ولا بيشتغل. تكفى انا طالبك، ولك 5000 وحق كل واحد منهم 10000، بس ابيهم حالا. حتى لو اديتهم 10000 كلهم يكفوا بلا استثناء، وافقوا. متى يجوك؟ الليله الليله. يا شباب أعرفكم على جوهر مدير القصر. تفضل تفضلوا. وقف انت، وين شك وتدخلهم؟ انا مدير على القصر ومدير عليك، فاهم؟ وعقابا كلهم يدشون اللي انت لا. ليه يا اخي؟ انا طقي اسود في اسود من اليوم، انا ملك الحزن هنا. مو المشكله تدش وتطلع ما يشوفك. وهذه لك. تفضلوا يا الربع، تفضلوا. انجلع. اذرف يا اخي، ما تسمعني؟ اذرف. يا كم كنكا. اسمع انت يا عدل، ابو نواف يبي اشخاص يدخلون عليه الحزن، ولا راح يصير مصيركم مصير عزوز. واضح؟ واضح. اول شخص راح يدش المقابله كفته. ليه اخترتني انا اول واحد؟ ليه ما اخترت ياسر وعامر؟ شنو تبي ولا طلعك برا؟ لا ابي ابي. يلا انجلع. وراه معلق على انجلع. مدري عنه مش معناته ليكم كل مواصخة. بس لا لا لا، انجل خليني امشي. ايوه شو شو اسمك يبا؟ كفتة. كفتة؟ لا ما باكل. اسمك؟ اسمي كفتة. اسمه كفتة؟ اكيد امه شاورما. ضحكتك. شل سمنت، مولود مطعم امش. اي ويرحم امه. شنو مرحبا امبو؟ بعدين شل على راسك هذا، شنو برج؟ هذا طال عمرك شكش، بس القصه مريم فارس. سلام. الله لا يسلمك. خذني بقى يا جروح ارجوك داويني، لا تروح الروح
يكفى عذابي منك ليه تشقيني يكفى عذابي منك ليه تشقيني خذني بك يا جروح أرجوك داويني لا تروح الروح. بصراحة صوتك حزين بس وجهك يضحك. أصدق ماسك نفسي غصب، والله ماسك نفسي غصب، وجهك يضحك. جوهر شو بلحل؟ أبشر طال عمرك. حزين من الشتاء ولا حزين من الظما يا طير، دخيل الريشتين اللي تضفك حل عن عيني. جميل وممتاز أدائك ونبرتك حزينة، انت جوي مبروك. اللي بعده يا جوهر. عامر بن علي، أكره الفلة والوناسة وأحب الكآبة. تشجع أي نادي؟ الأهلي، الأهلي السعودي. الله يعينك، واضح الحزن بعيونك. صحيح. وين تروح وين تجي؟ بالغرفة، دائما بالبيت تاكل بالغرفة، ما أطلع ولا أجي. ما تروح مكان؟ إلا أروح العزاء، جوي العزاء. ممتاز ممتاز، إن جوي مبروك. الله يبارك فيك. تفضل طال عمرك. سم ألف 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 مبروك حبايب قلبي، قبولكم بوظيفة محزناتي، بس المطلوب منكم كل واحد صورة شخصية وصورة عن الهوية عشان نكتب العقد. الحين حنا اللي بنوقع العقد ولا هو؟ لا حنا. طب وراه فرحان أكثر مننا؟ مدري عنه، بس دقيقة بسأله. الحين أستاذي الوظيفة هذه فيها تأمين طبي؟ طبعاً طبعاً تأمين طبي VIP، سكن ومواصلات وخارج الدوام، حلاقة ببلاش، كويب ببلاش، بس المطلوب منكم طال عمرك نولعها حزن ببيت ابو نواف. طب معك ولاعة؟ حق شنو؟ علشان نولعها ببيت ابو نواف. يا حلوة هذه حلوة عجبتني، تكفى وقف عليها تكفى وقف، يا هذا اللي ابي. انت اللي اهدى ابوي وقف. يا ذا القمر اللي علينا تغوي، ما شفت زوله بيبي بين الأزوار، ما شفت زوله بيبي بين الأزوار. شكله يضحك. قم 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 لا يموت، قم قم. عامر ياسر. صم صم طال عمرك. من اللحظة هذه أنتم موظفين عندي هني براتب 5000 ريال. 5000 ريال؟ 5000 ريال شهرياً. ما ترجع بكلامك؟ لا لا ما راح أرجع. مبروكين. كان يا مكان في قديم الزمان، كان في واحد قدح راح لأخوياه فطوقي، بس أخوياه زلايم الزبدة مات. أصبر يا أبوي وراك مستعجل أنت. قول علقتني. لبق السيارة ونزل القدحة. المهم يوم نزل القدحة هو يمشي كذا يمشي ناصر المخيم، أوكي. كان عندهم كلب، تعرف الكلب؟ إيه كلب كان عندهم. قول المهم هجم عليهم. يا أبوي قصتي ولا قصتك؟ خلاص أصبر، طيب لا تصير بثر، أصبر. المهم ويدخل المخيم ويلقاهم ميتين. شلون ماتوا؟ ماكلين شاورما وتسمموا. شلون شاورما بالبر؟ اي صح، ما ينفع شاورما بالبر. طيب اسمع انت، وشلون تبي يموتون؟ يا اخي قصتي ولا قصتك؟ شيك صح قصتي. دام في احداث فيها مو حقيقه ومن الخيال، قول احداث هذه القصه غير حقيقيه. احداث هذه القصه غير حقيقيه، اوكي؟ هذا اللي بالبدايه. اسف انا. قول كمل وبعدين. المهم انت يعني وش تبي يعني؟ ايه اسمع، وش النظام؟ انا مليت يا اخي، بزر هو بزر ما ينام. جا 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 ايش فيك تحلطم انت وياه؟ انا بيني وبينك مليت يا اخي، خويك ذا بينام بسهوله، لازم تزود شوي بالراتب، خلك رجال. زود راتبك بورصه حنا. اسمع انت وياه، هذا الشغل لازم تعدونه بصدق وامانه، وزيدكم من الشعر بيت. باكر الساعه 7 الصبح تكونون هني، لان عنده موعد مهم بالشركه ويبيكم معاه.
الله 7 الصبح وين يا ابوي فاتحين فوال حنا؟ خلاص خلاص اوكي بروح انا اجيب ثوبي واجي. مع السلامه. السلام. تفضل طال عمرك. تفضل درب على ترى السلمتين. تفضل الجوزين. مناسب مناسب. وين الموظفين؟ موجودين طال عمرك موجودين. مساكين طال عمرك شو نايمين كل هذا علشان خاطرك طال عمرك. اقول قعدهم يلا قعدهم على هالخشب. قم قم انت وياه. حوشيه ابو نواف. ها ابو نواف صباح الخير. صباح الهم والنكد عليكم وعلى كل الكره الارضيه. وانت معنا ابلش حقت ذي. اوف اوف اسمع هذا الخبر يا ابو نواف. يقولك صار حادث سيارتين تصادموا في شارع التخصصي والسبب قطوه. ام عاد قطوه. ايه والسيارتين ماتوا. حتى المتجمهرين كلهم ماتوا. اوف 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 ابو نواف ابو نواف. شوف شوف ايش يقولون. يقولون منظمة الصحة العالمية انتشار مرض خطير اخطر من كورونا وقد يتسبب بوفاة كل البشر. وحصلوا العلاج؟ ها لا لا ما لقوا العلاج. ايه ولا راح يقول ان شاء الله اللي تبي انت. سلامات. ما بقى الا تدبك عندنا هنا. اهدى اهدى من كذا تفهم ولا ما تفهم؟ الحمد لله على السلامة يا وحشنا. افصل ذا يا ابو نواف افصل ذا. انت مفصول ولي؟ ان شاء الله يا ابو نواف. والله عندي امي وابي وستي وجدي ابراهيم بالبيت. وين بدك تطلع لي نزيه؟ راح تسوي لي باب الحارة. انت مفصول. ابو نواف سوي له خروج نهائي الحين. لا لا حرام عليك خروج نهائي عدا 5 دقائق اضافي يستاهل. يا جماعه الخير تراكم ظلمتوه ما سوى شيء هو. ابو نواف افصل ذا. بس انا ما سويت شيء وعندي ظروف وعندي اقساط وعندي 5 عيال. عندك 5 عيال ايش تبي الوظيفه؟ بيع واحد يسوي لك مشروع. انت معنا واصبر. انت معنا ضدنا. اهدى 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 يا ورعان. أبو نواف عندي لك حل من الآخر. قفل الشركة. قفل الشركة. حرام عليك يا أبو نواف وضعي صعب وين تبيني أروح؟ ما يصير يا أبو نواف أنا زواجي بعد أسبوع. كذا مرتاح؟ الحمد لله حال مستقرة. الحمد لله. لا تناظر لا تناظر أنت مبسوط. العقد اللي وقعناه طول العمر راح يحسن من نوع الشركة وهيزيد من إنتاجية الشركة وكمان من رواتبنا. أهم شيء صحة أبو نواف تفهم ولا ما تفهم؟ يا أخوي أنت شتبي؟ مكلمك أنا وشتبي من أنت؟ زفة 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 مبروك مسوي تذبة توجهك هنا. أفصل يا أبو نواف. مفصول. ليه مفصول يا أبو نواف؟ يا أبو نواف تكفى لا تهدم بيتي يا أبو نواف. وش مسوي لك أنا؟ تدري شلون؟ الكل مفصول. ليش؟ سلامات. بحراج انتم بحراج. اهدى اهدى من كذا. تدري شلون يا ابو نواف؟ خربها فرح الشركه مقفول. يا ابو نواف يا مرحبا مرحبا. ألف مبروك ألف مبروك. ماشي إن شاء الله يصير خير. مع السلامة. أشوفك حزين ما شاء الله. إن شاء الله المكالمة فيها خبر شيء. هذا صاحبي وصديق عمري عازمني على عرس ولد الليلة وملزم إني أحضر. أفا لا حول ولا قوة إلا بالله. زواج؟ أنا خاف إني أروح وتنتكس حالتي فأبيكم تكونون معاي. أبشر بنا. اسمعوا يلا يا ربي اسمعوا يا لحظة لحظة انزلوا قبلي
امسح المكان عدل. عفو عليك عندي. ابشر انا بنزل الحين افلم بهم. افتح لي الباب بس. يلا امسحها عدل. ها عليك. عندي فوطه ولا لا؟ عندي شماغ. سلامات. فرقة شعبية وفلة 20 سنة 20 سنة زواجاتنا كلها عزة والحين فلينها. ألف مبروك للعرسان. أبو نواف جاي. أبيكم الحين لا منا دخل، ها، توقفون الفلة ولا منا طلع، فلوها وتنكسوا. أوكي؟ وليه وش فيه؟ وش دخلك أنت؟ الرجال مريض، لا منا ضحك أو استانس يغمى عليه. خلاص ارجعوا للزواجات القديمة ولا منا طلع، فلوها وتركسوا. اوكي اوكي كفو يا رجال. السلام عليكم. مبروك مبروك يا ولد. مبروك يا ابو خالد. شنو ضاح شارب لبن؟ مبروك يا ابو عبد الله. اخرج. ليش؟ الظاهر بيتسابقون. دق على السعار حبيبي. اخ شرق عطني لبن شويتك. انت خربت كل شيء، دلوقتي محتاج جرعه كبيره من الحزن علشان يرفع من مستواك. ليش يا دكتور؟ حرام عليك، يعني ما أقدر أفرح ولا أضحك ولا أستانس، حالي حال خلق الله. ليش؟ والله الربع يقطون قطات، قاعد أمسك نفسي قصم. جوهر هذا عنده قطات قطك بالأرض. يعني دكتور خلاص من اليوم ورايح ما يشوف مسرحيات؟ تكفى يا دكتور تكفى. شو بلي حل؟ حل. عندي حل. إحنا ممكن ننقل قلبك مكان قلب واحد تاني، بس ده يكلفنا حوالي 50 مليون ريال. 50 مليون ريال؟ جوهر بوكك معك؟ نعم. يقول لك 50 مليون بوكك معك تشتري كركت. زين دكتور ومنو هذا الشخص؟ لا يكون انت. ضروري يكون حد لطيف ظريف دمه خفيف، بالعربي كده يعني مضحكاتي. موجود. قلبك انت 50 مليون. الله يرحمه كان نذل. ناقصنا في ذا الجمع الا انت يوم عامر. ام شكش لابست لس هالملابس اللي تهبل وجايبت لس هالاكلات اللي ما لذة وطاب، وام ياسر شكت لس ذا الذهب يمين ويسار. يا ولد تغطي يا مره. يا حليله وراك مستحي، ها توك صغير شنبك ما بعد خط. الله يهديكي ما هو صغير، تراها تعدى 20. 20 مو مبين عليه. أملط هي صح أملط. حطه مين يا ابوي؟ الحين بصكك 4 يحبها قلبك. يا شيخ دزها، إذا فزت علي بحلق شنبي. فين شنبك؟ ها؟ إي صح وين شنبي؟ يا صديق! صديق! جيب شاي يا صديق! صديق! جيب مويا! إيه! سلامات! قايل لك جيب شاي! جيب شاي ساي! أنت ما في جيب شاي! لا تنفخ! أنت وشنبك ذا اللي كنا طير جاي من بعيد! عشان من انت ما في سناب.
خير ان شاء الله. مضيع مفاتيحك بوجهي؟ لا لا لا، بس ودي اسالك سؤال يبا، ولا ما طلع لي انا وياك شنب؟ غير السالفه، شوف لك سالفه ثانيه. اي بس يبا الموضوع ذا مسبب لي ازمه، ودي اعرف ليش. هذه وراثه. شوف صوره جدك في وجهه شعر. شفتوا شلون؟ قلنا لك وراثه، خلى عنك الخرابيط، قم لمهم خلينا نسوي الغداء ونتغدى. الناس تارث ملايين، وحنا حتى الشلم ما ورثنا. الغداء جاهز؟ بس خمسة دقيقة جاهز. انت كيف حرمة وفي شنب؟ وانت كيف رجال ما في شنب؟ اقول اخلص علينا، اخلص علينا بالغدا بس لا يكثر. يلا خلاص قرقر، يلا روح روح. والله وراحت الهيبة يا عموري. كلها خط اسود، مطلعك مطلعك، يعني وين بتروح مني؟ سالفتي مع هالشنبات، كل شوي طالع لي واحد. معليش يا الجار، بس حبيت احطها بالظل. ظل؟ ما ظل؟ لا عاد توقف سيارتك مكان موقفي. ابشر ابشر ابشر، من هالشوارب. راس ما بكحل امك؟ والله انك فله. ايه سلامات، وش اللي كحل امك ما كحل امك؟ اقول اهدى اهدى، ترى ما تعرف من انا. انا ورع. لو سمحت ابيك تحلق الشنب عكس. الشنب؟ هو فين الشنب ده عشان احلق؟ موجود ينتظرك، يحتريك تحلق عشان يطلع. لا تكثر كلام، يلا استعجل. أبيك تحلق الشنب زيرو. سلامات، وليه تبي تحلق الشنب؟ حرام عليك. وش لقفك أنت؟ شنبي ولا شنبك؟ لا لا شنبك، بس حرام عليك ترميه بالأرض، هذا نعمة. وش أسوي؟ مطفشني، كل ما حلقته طلع. ما أدري أصرف على بنزين سيارتي ولا أصرف على شنبي. أنت أحمد ربك إنك أملط. أملط؟ ها الحين من الأملط. مع السلامة. اسمع مني، انت لو عايز شنبك يطلع تسمع اللي أقولك عليه. كل يوم تحلق شنبك بالموس وتمسك فص توم وتدعك في كل الاتجاهات، فوق وتحت ويمين وشمال، وتفرج على اللي هيحصل. انت متأكد ولا تطقطق؟ اوه يا ما عملتها وانا صغير، جرب انت بس وهتشوف بنفسك. ايه بس اللي عندي وراثي. وانا كمان ابويا كان املط من غير شوارب، حتى بص شوف. على والله شلون ابوه. خلاص عرفنا السر. موسو توم؟ ها مش هتعرف تعمل زي. وش دراه ذا؟ بطيب بالغصب تطلع يعني بتطلع.
وتدعك في كل الاتجاهات، فوق وتحت ويمين وشمال. شفت المقطع اللي منزله عامر في التيك توك؟ لا غريبة ما طلع لي يا ابويا. هذه خاصية جديدة في التيك توك، يخصص مين يشوف ومين ما يشوف. مستحي من شربه. وتدعك في كل الاتجاهات، فوق وتحت ويمين وشمال. دربد. هلا والله بالعيال. هلا والله. تعال تعال. ورا ما حدتني مع العيال عشان اشوف المخ. وش ذي الريحة؟ واضح ريحة الثوم. وانت ورا ما رحت معهم؟ ماكل شاورما مثلي؟ السلام عليكم. عليكم السلام. عامر؟ وش ذا الحمار اللي في وجهك؟ لا بس شارب توت. تعال 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 اجلس. اف شارب عصير توت ولا عصير ثوم؟ والله لا تفر كبر شومي ما يطلع، مسوينها قبلك. ها؟ قمت اجهز بس عشان بنروح ندور ويت العائله. لازم اروح يبا. عجيب والله. ايه لازم. عامر قبل ما تروح الدورية خلني أحط لك شوية ميك اب أغطي لك الحمار. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك يا أبو عامر؟ حياك الله أكثر. ما شاء الله. هذا ولدك سليمان؟ لا هذا ولدي عامر. أذكر بعمر ولدي يا حليله، أحس بسليمان الصغير أثر عامر. نعم هذا عامر. ما شاء الله ما شاء الله. الحين يبا هماك تقول الموضوع وراثة، هذول جماعتنا ما شاء الله كلهم طلعت لهم شنب، حتى ذا البزر طلع له شنب. ما هم شغلك سم؟ أخبارك يا عامر؟ الحمد لله بخير. لا الحين ما طلع شنبك؟ مو بشغلك. سيري كيف أطلع الشنب؟ والله لو تحت ببرشومي ما يطلع. سيري فمان الله دزيها بس. ألو هلا أختي، زيتكم أصلي أكيد يطلع الشنب. طيب توصلون؟ تفضل طلبيتك. مشكور. عامر يا عامر عامر فزعتك يا عامر. سلامات وش فيك؟ قطوة خشت داخل السيارة وأنا خاف من القطاوة يا عامر. تكفى الله يرحم والديك طلعها تكفى. أما عاد تخاف من القطوة، الحين شنب ومسوي زحمة وبالأخير تخاف من قطوة. طلعها الله يرحم والديك، ما نفضيلك يا عامر وراي مشوار، تكفى طلعها. أنا اللي ما نفضيلك، خل خويك الشنب الثاني هو اللي يطلعها. مع السلامة. يرحم أمك اطلع، شد حيلك يا أخي شوي واطلع. أنا ليش حطيت بوجهي كله؟ أبوك الفاضة.
وانت كل ما شفت شيء صدقته وحطيته على وجهك؟ متى تتعقل؟ متى تبي تصير رجال؟ علمني. وانت متى بتقول له السالفه؟ اي سالفه؟ عامر شوف الصندوق اللي فوق الرف، نزله وافتحه. وش ذا؟ هذا شنب جدك الله يرحمه. جدك الله يرحمه كل يهابه ويهاب شواربه، وفي سنة من السنين أهل الديرة بيحجون، قالوا له نبيك تحرس بيوتنا لما نرجع من الحج، قال بشواربي هذولي. أسلم يبا. وجوا حاشل وسرقوا البيوت كلها، ما خلوا فيها شيء نبت، ويوم رجعوا الحجاج ولا بيوتهم فاضية، وبعدها طاحت هيبة جدك ودعوا عليه، قالوا جاء الناس لكم بدون شوارب، وحلق شواربه قدام الجيران. بعدها صار كل عائله، املايطان جاء وملايطان راح، املايطان جاء وملايطان راح، لين ما مل من الديره وهج. انا حفيد سالم بن صالح اللي كان جاركم يوم قال انه بيحمي بيوتكم يوم حجيته. ملايطان؟ انت حفيد ملايطان؟ هذا اللي جدي حلق شنبه. إيه انا اللي جدي حلق شنبه. الله تكفى تكفى، لا تدي عليه يا اخي، انا مالي ذنب، انا مالي ذنب. شوف شوف وجهي، شو وجهي يا جماعه الخير؟ كنا فطيره جبن بدون شنب يا اخي، حرام عليكم يا اخي. يا اخي قولوا لابوكم يا اخي، لا يشخص الموضوع. شوف وجهي يا عم، شوف وجهي، كنا قفا ساده ما في شيء. حرام يا اخي، لا يصير حقود يا اخي، خلاص يا اخي، انا وعي مكان يا اخي كلها شنبات. تكفى يا ابوي، تكفى بين طالبك، تسامح لوجه الله. اجل الله يسامحك يا مليطان، والله يرزقك انت واهلك ما تمنونه يا رب. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك. شكرا يا شنب انت وياه. الله يسعدك ويفرج لك، قل امين. انا ما عندي تامين والموضوع ما يستاهل. يستاهل ولا ما يستاهل؟ الخطا عليكي ولازم اكلم نجم، وبعدين سيارتي اول مره تنصدم من يوم طلعت من الوكاله. ترى الموضوع ما يستاهل وبسيط مره، نقعد نلطع ونستنى نجم في ذا الشموس. اقول لك خلنا نروح خلنا نروح نروح. تعالي تبين تمشين، اعطيني 500 ريال. 500 ريال اللي ما تخاف الله خير إن شاء الله. 500 ريال يا حيف عرجاجيل. بس بسيطة بسيطة، أهم شيء سلامتكم. تعرف رقم نجم بكلمه؟ أم عاد نجم استحي على وجهك يا أخي، هذه جارتنا ما يستاهل الموضوع. ما يستاهل؟ شوف الصدمة، ولا انا مصلح حله في الوكاله. تستهبل، الدكشة ذي بسيارتك من زمان، تبي تصلحها على حساب جارتنا؟ عيب عليك. ولا بعد يا عامر يقول اعطيني 500 ريال وسامحت. ام عاد هو قال كذا؟ اي. تبي تساومها علشان 500 ريال؟ انت وخويك ذا اللي شنبه كنا يد سوني. اشطح على وجهك. تبي 500؟ هذه 500. ها يلا دزها. ايه الحين اخليها تروح. صحيح الرجال مهب بشنابها، الرجال بمروتها وشيمتها في المواقف. بيض الله وجهك يا عامر. عفا عليس، تحت امر سيجارتنا، يلا دزها. ابو عامر انا بكره الصباح عندي موعد في المستشفى. خير ان شاء الله. اي وديس عامر، مغالي تبطح على الصراحة ليل ونهار، خليه يوديس. شوف ولدكم وش سوى. بسم الله عليك، وش فيك؟ عجيب، من اللي ماخذك؟ لقى موس الحلاقة حقت عامر وحلق شربه مسوي كبير وجاب العيد. خبل انت، وش جايهم عيالي نهبلوا؟ السلام عليكم. عليكم السلام. اوف 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 اوف، سلامات. متضارب مع قطو انت؟ شفت معاناتك مع شنبك؟
قلت أبدأ من بدري وأنا صغير عشان لا كبرت يمدي يطلع. اسمعوني يا عيال، عمر الشنب ما كان يثبت رجولة الرجال. شوفوني أنا، تزوجت أبوكم وهو أملط، لكن مواقفه ورجولته معاي تغني عن ألف رجال بشواربهم. اسمع يا سليمان، أنا أخوك الكبير وعاصرت بالحياة أشياء أكثر منك. أرجال ما يحب الأشناب، أرجال بمروتها وشيمتها بالمواقف مع تحيات عجيبة جارتنا. لا داعي لا داعي، صفقوا لها هي إذا جت، أنا مالي دخل. عامر يا عامر، عامر عامر عامر، عندي موعد في المستشفى، قم ودني لأن أتأخر. عامر بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وش ذا؟ ياس ياس، شرف كبير شرف كبير، أتحداك أتحداك. فيكم وين أمك؟ ما أدري، دق عليها. دقيت عليها ما ردت. هي دق مرة ثانية. لا خلنا ما تجي، ما عمل زول. لا لازم تدق في مشان هناك. لازم. إنه أخوي يبغى ياخذ أبوي الحالة ويمر فيه. باين من هذا الشيء. انا باين. سي ذس. ودي اسهل اقول لك انه هو اكشن. يا اخي حمام 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 حمام. ايش ذا السيكل يا اخي؟ السيكل كل شيء كل شيء يخبط لنا يا اخي، السيكل يخبط لنا شو يبغى؟ ها؟ انا ما هاوي السيكل. بوم بوم شباب البوم يا والفخر والعزة هم فرسان، نضرب بيبان المستقبل إلى السحاب، نسبح عكس الريح وننجح ولا نهام، الليل الصعبة تصبح سهلة والمر حالي والمر حالي، نضرب بيبان المستقبل إلى السحاب، نسبح عكس الريح وننجح ولا نهام، الليل الصعبة تصبح سهلة والمر حالي والمر حالي. حياها الله، والله تنور ام ام البلد، خلوها تقبل. هي اي بتب، هي اي بتب، تكلم زي الناس اول شيء. يلا خلنا على البراد. نمثل يا حنان، نمثل يا بزر. عجوز والله حلو، حرام عليك والله حلو والله. الزبده هذا شرطي، تبي ولا لا؟ بسرعه ترى بمشي. شفت يا الله شكو ايش انتظرني يخلص. خلاص يا ابن الحلال. ها ما انت بحافظها؟ لا. طيب. واضح انك كذاب، واضح انك كذاب. ايش فيك انت؟ ها هذا شرطي، تبي ولا باش؟ حصه شرطه علي، يصلح الارز باستراحته. استرا. اعوذ بالله. اللي يسرق الجبنه وياخذ القزازه حقته يركب النظارات. والله يتقصد. وش دخل ذولي؟ كله من خويك ذا.
اللي يسرق الجبنة ويلحسها وياخذها. يا ضحكة والبس ما دام مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دام للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. حنا الشباب المتفائل بدون قياس، وصف حاجة جدا سهلة من الأساس. خلف الأجمل وضع أجمل حسب خيالي، حسب خيالي. حنا الشباب المتفائل بدون قياس، وصف حاجة جدا سهلة من الأساس. ما قالوا والله. تبي تخرب قطوتي؟ جايبك طاوت شوارع عندي، حتى لوسي خافت. يا عمري يا عموري بعيد ذا. يا ودروع لك. أبو محمد. محمد. وي أنت ما هي أبو طارق. أبو طارق. حنا شباب البوم. حنا شباب البوم. يعني طاقة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والهم. نو نو هيز لايك. معلش كان بيطلع كذاب. هي عينه ميرو يا أخي جاب يطلع وفتح الباب. صدق هلا. تضربني عشان قلت لك بطلع مع اصدقائك. ليش تضحك؟ ما ضحكت انا. تضربني. انا اقول اللي ابي وانت تقولين سم وابشر يا مره. فك يدي وتعود من الطن. واذا هلت ما عفوني ربونس جدعينت علي انا عارف ربيت. انا يوم عطيتك اختي كنت ابيها الولد عمها اللي مستحيل يبيها ولا يهينها. ليش تطيح وجهي وتقول لها الكلمتين؟ ليش؟ تمد يدك عليها بعد؟ علاقتي بنوف علاقة خاصة بيني أنا ولي. أنت مالك دخل بيناتنا. الحريم يبي لهم معاملة خاصة. الحريم يبي لهم شكم. في باقي لي جملة. قوي اني خفيش هذا والله. اسلم لا تضحك الله يلعن شيطانك. طيارة والله خف ذا ورب الكعبة خف. اسلم بس انت متوقع انه خفيف مرة صح؟ لين العالم يا ذا فرصة للشمال للشمال. اكسر روتيني واتمرن على الفراغ واخرج واركب واطلب فكري من الدماغ لين العالم يقف وقفتها للشمال للشمال. حنا شباب البوم. حنا شباب البوم. يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا لا.
طاقة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب القم يا ضحكة والبسمة دائما مرسومة على هالشباب. ودي أمر فيك لما تموت إن شاء الله. تكفى يبا. الله يسلمك، الله يبارك فيك. هلا والله ابو طارق وينك؟ مهدود. يعني لازم اروح يبا. شوف ولدكم وش سوى. اصبر لطلق كزين. ايش نهايته هذا؟ ها؟ يعني كذا كويس ولا نعيد؟ انت لو في الارض كذا اقول ابعدوا ولا فا سوري. بجد يا بس انتم وش وضعكم؟ قدام والله اشتريك والله يا لو كفت معكم بس انتم وش وضعكم؟ قدام واخرج واركب واطلق فكري من الدماغ لين العالم يقف وقفة للشمال للشمال. حنا شباب البوم. حنا شباب البوم. كلمت مي قلت لها قصروا على صوت الاغاني ازعجتونا، قالت بس هالاغنيه ويوقفون كلش. ايوه باقي الجمله ما خلصت. He was in the frame. No, but no finish. Yes, but when I was panning, he was in the frame. ولحيت الغانمه ما دام بيعطيني 15,000 ريال. هلا والله. تستهبل انت مليونين ريال؟ تستهبل؟ مليونين؟ شوف لي حاج جنف ونجال بكم تنباع. ايش اسمه؟ جنف ونجال. شوف الامي. ايش؟ تديهم 10,000؟ نسى 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 قاعد نستوعب. اسمع قوم صلح شاهي لا تسوي فيها كبير. الشاهي حقك ما نستغني عنه. دقيقة يا كفتة. هذه حلوة. حيو حيو حيو. عامر 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 صاحبي راقد. كفتة وينو؟ راقد راقد. صفى عينو. بينك وبينها الشوف الشرعية من حقك. شفها إذا وجهها طويل زي الخيل اسحب عليها. يبغى ايش الهرجة دي؟ بروح ابلغ الشرطة. لا يا شيخ تروح تبلغ الشرطة ناسي انك داخل عند البيت الرجال. الجملة اللي ماني بحافظها والحين بنعيدها مرة ثانية. ناسي ولا انت بناسي؟ ناسي. يلا ناسي وتعال اقرا. يلا اوكي الحين انا اسف. يلا تعال من هنا من قدام الكاميرا. لا هذا للشباب اكسر روتيني واتمرن على الفراغ واخرج واركب واطلق فكري من الدماغ لين العالم يقف وقفتها للشباب هذا للشباب. حنا شباب البوم. حنا شباب.
يعني طاقة عايشين حياة كفل البث اللي عندك يا أهبال. حلو والله حلو تو يضحك يلا يلا يا كو لا تخرب عليه يلا يلا والله 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 خلاص خلاص يخرب عليه ما شاء الله ماشي يا كو نفس الاداء الجميل يلا خلاص 5 3 and action سفل الفت اللي عندك يا اهبال 6 سفاح يا ابو حجر اهبال يلا يا بس ما شاء الله يلا 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 يروح يروح ها اكتب بسم الله 5 3 2 1 اكشن قفل البت اللي عندك يا لا تشد عليها حلو لا لا حلو اسفين كف خلاص خلاص والله خلاص 3 2 1 خلاص يا مهند اند اكشن قفل البت اللي عندك يا يا تو ايش تقول صح تضحكون انت تقول قفل البت اللي عندك استغفر الله ليش منفوع هذا؟ تمسك ذي خلاص بسم الله يلا يروح انت شوف خفف قفل روح على السنين عشان نقفل المشهد يلا يلا والفخر والعزة هم فرسان أكسر روتيني واتمرن على الفراغ واخرج وقت واطلب فكري من الدماغ لين العالم يقف وقفتها للشمال للشمال أكسر روتيني واتمرن على الفراغ واخرج وقت واطلب فكري من الدماغ لين العالم يقف وقفتها للشمال للشمال حنا شباب البوم حنا شباب اجرب اكشت انا والبنات طب اكشتوا بصراحه ودنا بس خايفين احد يضايقنا منا ولا منا يخسى احد يضايقكم وحنا موجودين اهدى اهدى شوي حنا بنكشت معكم علاقتك مع ابوك سيئه لا لا انا اللي اقولهم في بس لا في اصوات درجه اخذ جملتي يا لا استاذ لا لا في اصوات صارت حقك يلا لا تقول الو يوا زكي كذبة اسمع تسمعني والله حلو والله حلو انا واحده بس لا تنسوا الخمسه ملايين طيب دام كذا الموضوع البزر ده ما حتكي معاه اقوى لهدا اهدى للحين يعني ما كفاك الكف الاول ولا وش لا لا يا عامر لا لا يا عامر خلاص خلاص صرت تمشي يا حرام والله حرام ايش اللي حصل ايش اللي حصل هذا بيت يا عيال مع عائله لا الحال لا ايش هذا يلا يلا البيت يا معلش يوسف اخر يوسف حنا النظر الباب النظر الباب نظر الباب خله خله والله النظر لا انت لا باب النظر الباب هذا بيت عيال مع عائلة لا الحال الزبط خير الوطن والفخر والعزة هم فرسان أكسر روتيني واتمرن على الفراغ واخرج وقت واطلب فكري من الدماغ لين العالم يقف وقفتها للشمال للشمال أكسر روتيني واتمرن على الفراغ واخرج وقت واطلب فكري من الدماغ لين العالم يقف وقفتها للشمال للشمال حنا شباب البوم حنا شباب البوم يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا
يعني دكتور ما راح اقدر اضحك مره ثانيه نهائيا. انا مدمن توك توك يا دكتور، على طول على طول. يعني شنو ما راح اتابع الا نشرات الاخبار؟ نوقف الضحك ده تماما ونعكسه بقى مشاعر، نتابع بقى الحزن، الكآبه، التعاسه. يا اخي اسمع وتابع الاخبار الحزينه، عاشر الناس الكئيبه. قدام الناس الكئيبه عين حاطين سنابك ورغمك خلني اتواصل معك على طول. اتمنى لك الشفاء ان شاء الله. برضه خشيت علي يا صراحه. 5 4 3 2 انا فروتي ذي شاريها من عند المسجد ابوي من ايام المتوسطه، ولا الحين ما غيرتها عشان كذا ريحتها غنم. اي صحيح، لانها اصليه. شرفك انت. خلاص يا ابوي لا تخاف. هذا هو سليمان. سليمان عطنا صح. اكشن ندفع عشان نجي ونشقى انفسنا. شلون قال اكشن؟ كمل يا اخي كمل. أبو خيركم وش زينين أنتم؟ شكراً شكراً شكراً. ادم سمير هشام الفيل الازرق. هي ادم الفيل الازرق. ايه يا حاج اسم الله على مقامك، ده حمار. لا لا فيل، الفيل الازرق كده. والله صح ابوك الفيلم البطل. يفوز يفوز. ها كيف؟ ايش رايكم في اختياراتي؟ عجبكم الفيلم؟ والله يا هو فخم وناهي، وسعت صدون الله يوسع صدري. يا عيال طلعت الشمس، خلينا ندزها لبيوتنا. طيب من قال فطور؟ انا. طيب وش رايك نواصل نفطر ونصلي الجمعة، بعدها كل واحد يروح يدزها بيتهم. قدام بشرط انا ابغى معصوب. تتشرط بعد قم يا شيخ. يلا مشينا. بعدي بفتتح العروبة. على وين الوجه يا عيال؟ كبدة. استرجل يا ورع، وش اللي كبدة؟ اسمها كبدة. وش عرفك انت؟ هذا مطعم ضارب ترند في التيك توك، اسمه كذا كبدة مطعم. يعني قصدك هذا جوجل ماب وتقييمات وزي كذا؟ يوه يا قدمك، اصلا من باقي ياخذ توصيات مطاعم من جوجل؟ مالك الحين الا التيك توك وسوارم. يعني بيعوا كبده سوارم. مشينا بس. ابوك يا السبك. صعب لا زحمه اليوم. ما ادري. طيب كيف يومك؟ اقول بس طالع قدام لا تفلها. اوف 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 ابوك البشريه، الحين ذول كلهم واصلين ينتظرون صلاه الجمعه. اللي يبون الجمعه يا ابن الحلال، لو انها ببلاش ذا الاكل ما صفيت سرع. وي تلعب بلوت انت، اسمه لاين مو بسرع. يا ابوي لاين ولا طابور ما يهم، انا ميت جوع. يا عيال خلوني امشي اقرب فول وفلافل زي اللوم. فاهمني شو كش. يلا مشينا بوصلك معي بعد.
فلافل خذوني معاكم. يلا فلافل يقلع ام جو القولون يا شيخ. ما عليك منهم، اتحداك اللاين البطل الله يسموي. يا معلم ثلاثه صبه شطه طحينه مخلل وكثر الشطه وبيع. لا لا يا شيخ بيض اقول فكره تكفى. وثلاثه برتقال كبس فاهمني. هلا حسابك 30 ريال. سبحان الله سبحان الله، اليوم اليوم عبي بنزين ب 30 ريال يعني عليكم الفطور حبايبي. يلا كل واحد ينق 15 ريال. يلا 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 مرحبا امبو. هلا بعد ما افتتح العروبه راحت على خريص الزحمات وبصوت على التحويل يا ورع. وبتحويل يا سبك، هذا تنبيه احلى من التحويل. تشيك ان سوار، في احد معنا هنا باللاين ضايفني وضايفه. وانا اقول ليش الناس كاشخه وفلا امها، اضرم جايين هنا يتعرفون على بعض. ايش تحس بدل جايين يشوفون ثوبك البني انت وجهك؟ ايه لا تغلط لا تغلط، لا افلم بك الان باللاين. سم شوف عامر عامر هذه هي صح نفس الصوره، بس الفلاتر مسويه شغل هنا على الطبيعه نص مقشع. ما تلاحظين شيء؟ كان اللاين اطول من الاسبوع الماضي. اي المحل كل يوم عن اللي قبله قاعد ينشهر. اي ما شاء الله. وش جربتي عندهم غير الحلومي؟ مره يعجبني سكرامبل اكس عندهم. لعب عرف كيف يفتح معها موضوع. اوله ياسر افتح المنيو من جوالك خلنا ذاكر، ترى اذا دخلنا عند المحاسب ابى اطلب حليب عدني وافشلك. ومن قال لك ما عندهم عدني؟ عندهم بس يسمونه ماتشا. ما شاء الله تبارك الله، حتى عدني عندهم. هذول الى الحين صافين سنة. بالله تعالوا تعالوا جلس عليهم. بناكل معاهم مرة ثانية. يا اخوي انت ما شبعت الى الحين، ايش فيك انت؟ انا في الحقيقة نباتي. أول مرة أشوف ولد نباتي، وأنت؟ أنا أكلتي المفضلة الكيتو. الكيتو نظام غذائي الله يصلحك. اسكت فشلتنا الله يصلحك. ليش أنا قلتها غلط؟ تراني سارقها منك. شكلك مالك بالأمور ذي. أدري يا أختي أدري، بس حبيت أضيف جو مرح يقطع وقت الانتظار، الله يطويل. الله يسعدك ضحكتنا. ترى أنا دائما أضحك العيال بالاستراحة، وين محلقة شعرس؟ عند الحلاق. حسب عند الكوفير. الى الحين ما مشيتوا؟ وش تبي انت تطلع منها بس؟ يا ابويا فاتك نزل ثلاثة فلافل من الاخر ب 30 ريال واجوا بسرعه. قصر صوتك يا بزر فضحتنا. الا على فكره عسى ما خلاف الرجل، ليش مقزز؟ ادعي لنا بس ثبات، بس على هالوقت ومفروض احنا ناخذ قروش مو بنعطيهم. اقول دزه دزه انت وياه بس. هلا والله بالكشير البطله، اتحداك يا كشخه. ويلكم يا اهلا وسهلا، وش تحبوا تطلبون؟ وش البست سيلر عندكم؟ يقلع ام المراحل الصعبه، وش ذا الكلمه بعد؟ انت خلك ساكت خلك جنبي وكل شيء بيضبط. متوفر عندنا فلاورد انجلش اكس ولاك جري بلابيل بصوص الرمان الاستوائي. رمان وفلافل؟ وش هالمعده اللي تتهضمه؟ وسبيشل وايت شكشوكه واشهر طبق اكسكلوزيف كبده. كبده؟ خلاص اعطينا من كل طبق قلتيه واحد. تامر ما تقول الفلافل تجيب القلون والان طالب فلافل. هذيك الفلافل هذه لاكجري فلافيل. فلافيل تعرفها انت؟ اي والله جديد علي. حسابكم 300 ريال. وراه 300 فطور. طيبين ربع تعيش حنا. وصادق شكل المحاسبين على السره كله، اقصد اللاين. اللاين هلا والله من مطعم البطل. يا عيال اذا هذه مقبلاتهم شلون طلبنا اذا جاء؟ هذا هو طلبنا. وش هو؟ هذا اللي ب 300 ريال؟ الله لا يربح. اسكت يا بزر فشلتنا. اي بس هذا ما يشبع. مو بلازم تشبع، اهم شيء افطرنا في محل كبده محتوى يا ابوي. وبطني. مهبول انت، كم مره اقول استق الباب قبل ما تفتحينه؟ عقل قم خلصت النوم علينا، ودني سيارتي خربانه. وين بتروحين؟ ابغى اروح كوفي مع صديقتي. خلاص خلي خويك تستمرس. ايه بيتهم بالبديعه وبيتنا في الشمال. لا يا شيخه اكيد الكافي حقكم بالشمال، مستحيل تروحون كافي بالبديعه، يعني كذا ولا كذا هي جايه للشمال. خلاص خليها تمرس على طريقها. اوريك خليك قدها، الايام بيننا وشاحني تحلم فيه. اقول دزيها بس
انقلعي. النشبة ذاي بيك، النشبة ذاي بيك. على تروك ابشر بي، ارسل اللوكيشن بس. جابك الله بالحلال، لي ساعة واقف وفي واحد مقفل علي، شوف لك حل. حل الموضوع علي. من صاحبة السيارة اللي مقفل على الجيب؟ شراك ان رايت السيارة بنت. اكيد بنت، سيارة صينية وكلها حكات، واضح انها حقت بنت. ايوه سيارتي وما راح اطلعها، انا في اللاين من العصر وبالاخير يجي خويك يخليني اعيدها، خليه ينتظر. سلامات من العصر هنا، رايحين استاد الملك فهد. بايخ. نوف شوفي اخوك عامر جا جا. واضح انك تشترين. ما شاء الله تبارك الله، منورة ام اللاين، وش عندس؟ هذا اللي تعبان ميت نوم، وش جابك؟ انت اللي وش جايبس في الاماكن ذي؟ انا جاية كوفي زي غيري. ايوه اعرفها ذي، نغمة تشيكن. تشيكن ولا لحمة؟ اسمه تشيك ان يا متخلف. ما هو بشغلي، تشيكن تشيك تبن، المهم انه في واحد من اللستة وصل هنا، اعرفها الحركات ذي. يلا انتي قدامي للبيت، ما تقعدين بس سيرة هنا، وانتي يلا دزيها للبديع وادعي دعاء السفر. يلا امشي. لا تناظرين، امشي. تشيكن قال امشي. انقلعي انتي. أم عاد وش طببك هناك؟ القهوة ذي معروفة اسمها تناتيش، كل العالم يصفون سرة. إيه سلامات، اسمه لاين. إيه قصدي لاين، ويطلبون آيس دريب. الحين وش الفرق بين الآيس دريب والآيس دروب؟ يا ليل يا عيال تعبت أشرح له ذا الدلخ. اسمه إير دروب، الإير دروب هذا بلوتوث حق القديمين، والآيس دريب مشروب قهوة باردة. وش أسوي؟ كل ما حفظت شيء أنساه، المفروض يوزعون كتاب كيف تعيش في الرياض علشان راجع كل يوم. خلاص يا اخوي يا عامر فكنا. الا اخوي ياسر بما انك خبره في الامور هذه، ايش الخطه بكره؟ بكره السبت. اوه يا عيال بكره كل العالم في جارلك كوفي. اوف اوف. طيب دولا عندهم لاين؟ عندهم لاينات ولاين راهي بعد، بس يبيله استعداد خاص. الوان ماشي. نغر حط عليها جل. ها وش فيك تناظرني كذا؟ افسخ النظاره. صب تبعاقل يا صياد السمك. كافط ملابس البطحه من بين الف طقم. والله انه غالي ب 35 ريال. انت وش اوفر سايز المخيس ده؟ قصت لكم واصله لين ركبتك. يبي تستهبل لابس بنجابي انت. ايه خلاص لا تشخصنها، سلامات هد عليه. تنكت انت وجهك، حملت اللوكت؟ لا خلصت بياناتي، بس اوعدك المره الجايه اشحن واحمله وبضيفك بعد. وش تبي؟ معليش يعني وش قاعد وش تسولفون فيه؟ وش السالفه؟ ايه انت وضعك صعب ومتاخر عن المنهج، وبيني وبينك ما اقدر اشرح لك وجوالك جالكسي. انت على المعنى بس شكل، واي شيء يفوتك خذه من زملائك. يا استاذ ترى الى الان محمل برنامج الكيك. هاي كيكرز. ها شفت؟ الله المستعان. تحمد ربكم يا شباب، ها تحمد ربكم. هلا يا بيي. ايوه يا واد. من معي؟ عيب عليك يا واد، ما سجلت رقمي؟ انا سامر، انتبه لي. انتبه لك؟ عساي انتبه لعمري عشان انتبه لك. من انت؟ يا فقي هذا الاتصال جاي لي ده خويي سامر، انتبه لي. وش السالفه انت وياه؟ ابدا انا وشوخش متقطعين سماعه واحده، وشوله خساير.
يو 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 يا عيال، تتوقعون نوصل قبل 12؟ والله على حسب طلبات اللي قدامنا، نقول ان شاء الله. عامر عامر، خلينا نروح المقهى هذا فاضي ما عنده احد. لا هذا ما نبيه، ما في لاين وحركات وسوار. اخس يا عامر، وش هالتطور وش الحركات، والله صرنا نعرف. عفو عليك، بس تبيني اسوي تشكن الحين؟ يا ابوي انت جدد باقتك اول يا طفران. يا ولد العم الفزعه بثلي نت. اقول توكل ولا كل اللي عندي 3 جيجا مخلي جوجل ماب اذا ضيعت الطريق. ما تلاحظين شيء؟ كنا اللاين اليوم اطول الاسبوع الماضي. ايه ممكن عشان نزلوا مشروبهم الجديد جارليك كوفي. ايه ما شاء الله، وانت ما عندك الا ذا الخطه، اللاين اطول من الاسبوع الماضي. يا اخي غيرها، قول شيء ثاني. خير في شيء؟ لا الله الله يطول لي عمرك ويخليس ان شاء الله. لا فاضي فاضي ما عنده شيء، يمشي يفتح مواضيع باللاينات. سو وات يا شيخه، ما عليك منهم ذول متخلفين. ايوه تقولي لي. ما كان اللاين اطول من الاسبوع الماضي يا اختي. خير ان شاء الله، ايش تبي؟ جاي تسولف، قطع يقطع هالاشكال. سو وات وات، مو بكلف الشيء ذا. ويلكم جيرلز، وات ذا سليبر توداي. انت ورا ما تسكت الله يصلح قلبك. قصده وات ذا بيست سيلر عندكم؟ اي نفسه وات ذا سليبر. عندنا مشروب جديد لسه نازل اسمه جارليك كوفي. جارليك كوفي؟ واو وشو ذا جارليك كوفي؟ هذه قهوه بالثوم، قهوه خاصه فينا، يعني فكره مبتكره وجديده. ما شاء الله، جميل جميل، فكره حلوه فكره حلوه. بس ايش رايكم لو تحطون مع شويه بصل شويه طماط يعني، وتكشنونها شوي كذا بعد؟ ايش الخنبق اللي حنا فيها يا اختي؟ تو جارليك كوفي. شفت ترى كل الناس يطلبونه. ابا 6 جارليك كوفي، 7 بدون كشنه. ثانك يو. الحين يا عيال وصلنا للمرحلة الأخيرة، رحلة البحث عن طاولة فاضية. ابلش. أقول يا حلالا يا مهيلة بس، ولا أنا وش لي بشق هذا كله؟ أسمعوا، نتوزع في كل المكان، وأي واحد يحصل أي طاولة يحجزها. بنتو أنت اشرب منك، أنت تعال معايا. ما شاء الله تشجع النصر كويس كويس، استمر ما تغير. مطولين انتم؟ اي مطولين. طيب ورا ما تغيرين الكاس حقك كله روج؟ مو بشغلك. وانت شو وضعك؟ مطول اكثر منه. اي منيح، خلك هون. لو سمحت الطاولة هذه حقتي. ها ايش يثبت لي انه الطاولة هذه لك؟ ما تشوف مفتاح السيارة حقتي هنا؟ طيب ليه ما اخذته معاك؟ يقلع ذا الاشكال. يعني انا ما ادري الروقان هذا اللي فيك منين جاي؟ مركز قاعد تقرا كتاب وسط هالزحمه؟ عالم تسولف مبسوطه اغاني؟ لو سمحت لا تقاطعني يا ابن الحلال، تراك حاجز طاوله تاخذ 5 اشخاص. وبعدين يا اخي اذا فاضي خذ لك شاي حليب واقرا كتابكم هذا في البيت. ساقرا الفصل الثالث، وحينما انتهي سانصرف، وبعدها يمكنك الجلوس. اغرب عن وجهي. اغرب ولا اشرق؟ انت ليش محسسني اني انا اكلم كول سنتر؟ وبعدين بصراحة صراحة صراحة ما شاء الله لا إله إلا الله، ملامحك مستفزة. شش، شو اللي قاعد تكلم حمار أنت؟
نعم، في شيء؟ سلامتك يا ابوي، ما في شيء. خير؟ شكم طالعون كذا؟ العين بحر ولا قومه، ما راح نقوم لو تسنترون في ذا للفجر. ما ورانا شيء يا ابوي، معاك للآخر. والآن انتهيت من الفصل الثالث، يمكنك الجلوس في أمان الله. يا شباب ما بغينا نلقى طاولة يا عيال، لو ندور حجز رحلة الرياض جدة في ويك إند إنها أسهل من تلقى حجز هنا. وح الله يديم النعمة، وش ذا؟ ولا حق المدح اللي من حولنا. يعطيكم العافية، خمس دقايق ونقفل. الله جابت مشروبكم شين ولا جاز لنا، بالعكس مشروبهم حلو. معليش معليش، يعني هذا المخلوق ترى مو مقياس على فكرة، تراه ياكل كل شيء حتى القراطيس. تمام، إذا عندكم أي اقتراحات حطوها في صندوق الشكاوي. تعالي تعالي تعالي. سلامات، بتخمينا أنت. عندي نس فكرة أحسن، وش رايك نترك ملاحظاتها في تقييمات جوجل ماب؟ وش رايس؟ ايه لا ايش دعوه، يعني ليش جوجل ماب؟ ليش الافوره هذه؟ بالعكس انتم زبايننا، المكان مكانكم، اعتبروا الفاتوره هذه على حسابنا. اعتبري نفس مستوره. تفضل. يعطيكم العافيه، اللي سويتوه اليوم كان اداء جميل. بكره ابيكم ان شاء الله تجوني من بدري، ابي المكان هذا يصير مزدحم، ابي الناس تحب المكان، أبي الناس تتخيل إن كل واحد بيقابل شخص المفضل، شخصية المفضلة، صدفة حلوة، لقاء عابر، اللي يكون. ومثل ما وعدتكم كل طلباتكم مجانية. هذا نظامكم. ومالك إلا يعبي المحل زباين ويخلي السرع لاين لاين. أي صح لاين، يخلي اللاين يصل للخرج. وش رايك؟ شوف، ما بي لا الخرج ولا شيء، وصله للمواقف وكثر الله خيرك. حلو، أجل يدك على 5000 ريال ولا تستخسرها، بتطلع دبلها في يومين. خلاص تم، اعتبرها بجيبك. وهذا إنسان يعز علينا وفتح كافي وبلش فيه، نبغى نوقف معه وقفة إنسانية. ما شاء الله، ودام بلشان بالكافي ومفتحه، وشو اللي يعطينا قهوة وحلى مجانا؟ لأنه يحب الخير ويقول يمكن إذا تصدق الناس تجي وتزيد مبيعاته. يتصدق علينا؟ خير وشايفنا إن شاء الله؟ لا لا لا، الله يطول لي عمرك، فهمتي غلط ترى، انطم الله يصلح قلبك. لا لا، انا اقصد ان حنا نتصدق عليه بالزباين، يمكن اذا احد شطف شاف زحمه يدخل المحل، فهمتي؟ اوكي، وشلون نسوي هالزحمه؟ ها، ترسلين لصديقاتك وقريباتك واي بنت تجي من طرفك حسابها على راعي الكافي ببلاش. انا من ناحيتي ماشي على نظام صحي ومقاطع المنبهات والسكريات، يعني ما راح تستفيدون مني شيء. طيب تعالي كذا شكل نستفيد من وجهك. هذولي كلهم أنا جبتهم. كافو يا مي، اسمعي، أبي استوزعينهم في كل مكان، ما أبي ولا كرسي فاضي. وأنا بعد صديقاتي بالجامعة جايين، وين يقعدون؟ هذولي خليهم دفعة بكرة، ما لهم مكان اليوم. اللي بنات، ورا ما جبتهم مناهل أبو حمود. صح أنت، تبي ملاك ومناهل يجون هنا؟ هذولي فتحوا بزنس خاص فيهم. أم عاد بزنس، وش بزنسه؟ فتحوا مطعم، جعله ما يحدر. سلامات، ورا استدعين عليهم. لا، مطعمهم اسمه كذا، جعله ما يحدر. جعله ما يحضر، غيروا تعالي. اوف اوف اوف، ابوك الزحمه والله مو بسهلين. اتحدوك نروح البطله، اقسم بالله جوهم رهيب، متحمس من زمان اجيهم. ما هم صاحين يا رجال، فقرة الطلب ازين من الاكل نفسه. تدري بموضح اللي سويتها زي امس. يا ضحكني دي سمره لا قامت تنافخ. سلامات، وانت بكل لاي موجوده؟ ما عندي سهل. مو بشغلك، طالع قدام. وين؟ بمدرسة حنا. طالع قدام. حاضر يا أبله. كل ذا الشحوم وتبي تطلب بعد. سلامات شيول.
لو سمحتي اثنين برجر سنجل. اثنين برجر سنجل وش دي الدلاخة ها؟ ما رح يكفيك، خذ لك واحد زيادة دبل. تتبوسم وتضحك انت وياه، وراكم ناس اخلصوا علينا. يلا وش تبي انت بعد؟ في فرايز. في فرايز غبي انت، ما تشوف مكتوب قدامك في المنيو فرايز؟ ولا تبي بوكس على عينك خليك تشوف زي الناس؟ اقول ضف وجهك انت وياه، روح استلم الطلب من هناك جعله ما يحدر. اللي بعده اثنين همبرجر. انت بكبرك برجر وانت ناظر. انت ايش تبي انت بعد؟ أربعة برجر. الحين انت مو بطلب صحين دول، وراهم ينفخون على الزباين كذا. والله ولعبوها صح، سارقين فكرة مطعم أمريكي يزبدون للزباين كذا، والناس ما تجي عشان الأكل، يجون عشان يضحكون بس. يا أبوي العالم صارت مخفات، وأسهل شيء تطلع منها الدراهم، لكن عندي فكرة مشروع البطلة. يا هلا بالجارات، ما شاء الله مشروع جديد وحركات. سووا ما نورتوا بالسان، اقلطوا عند ياسر. هلا ومرحبا فيكم، وش تطلبون؟ نبي سلطة كينوا وشوربة اليوم وسبرينغ رولز. وش مشروباتكم؟ باينابل جوس. اوكي. بدير بدير بد، الحساب 500 ريال. يا هلا يا هلا، هناك هناك انشكوش هناك. اي شرفتونا ونورتونا، تو ما نور المكان، يا هلا ويا مرحبا، مع السلامة. كان مقلب، ما في لا أكل ولا حاجة. إيش رأيكم بهاللعبة؟ تا 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 تا. عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة، هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة، هم فرسان. اعطيني فلوس بنقطع. مليون مرة قلت لك ما عندي، ولو عندي ما راح اعطيك. فلوس! انت مليون! راح ادور فلوس عند غيري، انا مالي ما اعطيتك شيء. سلامات. سميت تركب هنا، وانتي اقسم بالله ما اعطيتني فلوس، لا فتش ملابس قطعة قطعة. ايه ارخمها انت، فتش ملابس اختك. ما قلت لك توكل انت؟ ما قلت لك. اقسم بالله اقسم بالله تمد يدك ثاني مره وترفعها ادفنك هنا. افهم عمر تكفى، خله هذا مدمن. تقول مدمن ابد تركعب، تقول ابد ابد تمد يدك على اختك. انقلع معليش يا مي، ما اتحمل الاشكال ذي. تكفى طالبك، تكفى طالبك ابو صديقك، عطني منقطع والله العظيم. يجيب لك الدراهم، والله ما تعلمك دراهم والله.
شايفني أوزع شرات؟ طالبك طالبه. قص حصك يا خبر. تبي حق راسك؟ ادفع. والله راس الخدام تحت رجليك. أبي بس أبي شبشب. أبي شبشب. قص صوتك يا رخامة. طلق. قص صوتك. بطلق. اسكت يا كلب. والله يجيب لك الفلوس يا بطلق. بطلق تكفى تكفى. بطلق. بطلق. هذه قواتنا يا بطلق. انقلع برا يا الكلب. اسمع مني خوتي قروش قروش افهم قروش ادفع لك لا برا 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 وش تسمعنا بعد اذكر يلا يا مي اذكر يلا لا اله الا الله والله تعبت يا عامر كل يوم على ذا الوضع وش استخدم اتمنى اللي اسمه الشبو الله لا يبلانا الله يشفيه ورجع العقل يا رب اسمعني انا اسفه تعبتك معي الصدق جسمي كان يرتعش ولا قدرت اسوق عفا عليك وش دعوه ترى مثل اختي اسمي اعطيني مفتاح سيارتك الحين انزل واروح اجيب لك الموتر لين باب بيتكم نواف اخو مي المهايطي اي نواف يا ولدي بنت جد على اختها ما يستحل وجهها اي والله لعب فيه الشبو انت تعرفه لا يا ابن الحلال جارنا دحيم الله يرحمه ويغفر له كان يستخدمه ويتعاطاه حب البهله وجننهم وقام يهذري لقوه ميت في غرفته لا حول ولا قوه الا بالله اسمع ابيك تلحقني بموترك نودي سياره مي يلا ولا لا اطلعي فلوس ولا لا حرام عليك يا ولدي حرام انت بتخاف ربك تك عليها مره ثانيه يا ابوي هد لا تشدها وبنتي بفلوس هلا خلاص انا اعطيك فلوس تكفى يا ولدي لا تعطيه لا تعطيه الله يخليك دم هذا اللي يبيه خاله هو حر يا نواف يا نواف تعال معنا انت ما تبي حق راسك هلا خلاص امشي معنا يعني بشبشب ايه شبشب سوا
ترجع الا الشبشب يا طراسك. امشي امشي يا ابوي. انت صاحي تجيب لنا المنتهي ده ترميه في الاستراحه هنا؟ تبغى تجيب لنا شبهه انت؟ تحط راسك براس مريض. اهدى اهدى لا تشده، حنا واقفين مع جارتنا مي. انت تدري ان ابوها متوفي وامها تعبانه. يا ابويا الشبو لحس مخه ما في امل خلاص. اه صحيح حادثك ذا، انا عارف واحد دخل مستشفى الامل وعقل وتوظف وتزوج والحين اموره زينه. اجل خلونا ندخله مستشفى الامل، اذا ما استقبلوه بنتوهق فيه. يا ابن الحلال على الاقل ياخذ علاج. صوت اختفى، شكله مات. انت سبب عامر انت يا ابن الحلال. فال الله ولا فالك، هدي كفته مو بوقتك يا ابوي. شكله تعب من الصراخ ونام. مقفل عليه المجلس. الحمد لله، اهم حاجه انه ما مات. يا عيال يا عيال اخففتوا في شرك. هذا سرقكم انتوا بس؟ هذا باع نص اثاث بيتنا وباع سيارته وترك وظيفته. مو مهم اللي سرقه يا خاله، المهم اننا نلقاه الحين ونوديه نعالجه. ابوي الله يرحمه توفى وهو راضي عني ويحبه، الين طاح بشله فاسده وضيعوه الله ليوفقهم. ان شاء الله بسيطه، لا تشيلين هم يا خالة، لا تشيلين. أنا صرت أخاف على أخته منه، ما ننام إلا وحنا مكفلين الأبواب علينا كأننا في سجن. طول ما هو في البيت معنا كله مشاكل وخوف. طيب تعرفون مكانه الحين؟ الله لا يرده وين ما كان، الله لا يرده. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا نواب. خلصت فلوسك وفي ثلاثة أيام، ثلاثة أيام خلصتهم. والله أنك كل شوي يبي أكثر، كل شوي يبي أكثر. والحين طفران وجايني، وش تبي؟ اللي تبي، بس عطني حق رأسي تكفى. البيت يا طفران يبي له تنظيف، أبيك تنظفه. يلا قم قم. حرام عليك يا ولدي حرام، أنت ما تخاف ربك. هذه حوزة سكر، أبيك تصرفها بسرعة، وزبونها موجود في المكان اللي قلت لك عليه، وأبيك ترجع لي. والله لو ما ترجع لي لا أجيبك لو تزبن في آخر الدنيا. طيب ابشر حسن، ما معي موتر أنا. خذ راح استأجر لك موتر. قم هنقلع، ايش تبي؟
انت وينك؟ ترك طولتي يا عاد. وينك؟ إيه أنا انت بسرعه السياره البيضاء. وين الدراهم؟ حرك بسرعه، قوم تدورني من اليوم، بليز حرك بسرعه. حكومته انت، ايش السالفه؟ انت لسه تتكلم بسرعه، تحرك. نواف تكفى الله يخليك، عطني. شو اللي يعطيك؟ شو اللي يعطيك؟ فلوسك وين؟ يا اخي والله ما معي فلوس الحين، بعدين بعطيك. ولا خلاص سوفين اللي تبي، بس عطني. تسقينها علي انتي، شايفتني خروف. يا اخي والله ما معي فلوس الحين. طب خلاص بعطيك، بس ودني مشوار اول. طيب شفت ريتها معك. يا ماما هي في غيبوبة، كيف تاخذي منها فلوس الحين؟ تكفى لا تزيد علي. تدري أمي كانت تقول يوم خطبتي أحلى يوم في حياتها. جاتها جلطة يوم انحشت، ما توقعت يصير فيها كذا. يعني أنت الحين تفضلي له؟ الله لا. أخي اصبر دقيقة، يا أخي اصبر بس دقيقة، فرصة فرصة واحدة بس. يلا الله أروح معك وين ما تبي، وأعطيك اللي تبي بعد، وزيدك بعد فلوس، بس اسمعني فرصة دقيقة واحدة. يلا 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 يلا، شوف نهايتها معك أنت. يلا يما يما تكفى سامحيني، والله غصب عني. مين انتي؟ تسرقين؟ وش اللي اسرق؟ هذه امي. اها يا سكرتي، يا سكرتي، يا سكرتي. امك ها؟ يبا يبا قول لها اني انا بنتك. يبا مو مصدقه تقول لي اني انا سارقه. هذه كانت تسرق فلوس من شنطه المريضه. انت ابوها؟ ما اعرف ولا بيعرف. يبا تكفى انا بنتك. اطلبوا لها الشرطة. يبا لا، يبا انتظر شوي. يبا 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 والله ما جريت. يد على امه واخته، وهذا الشيء شفته قدامي. تجينا حالات اسوأ من كذا. عموما انت تشكر على بلاغك، والموضوع الان عندنا وحنا اللي بنتصرف. الله يعطيكم العافيه، عساكم على القوه. رجعني بالاغراض مثل ما هي يا حمار. ما اقدر اصرفها، خليني اروح وبجيب لك فلوس اللي اخذتها منك بعدين. تعنيك خابي غبي. بطلق بطلق النحشة، سيارة الحكومة موجهة هنا. أقول لازم أغير البيت، الحكومة دلته. طيب طيب نزل هنا، نزل هنا وأدبر نفسي. وين أنزلك؟ هنا هنا. لا يا أخوي بروح معك. تروح معي وين؟ بيتكم. تبيني أنام في الشارع يا حمار؟ ومن غير فضل ولا منة علي ولا كلمة. طيب بسرعة بسرعة، الحكومة ورانا. عقل اسكت. Thank you.
هذا جايب معه واحد شبهه شكله يخوف بيدخل علينا. لا حول ولا قوه الا بالله، هذا ما يستعلى على وجهه. اقول قفل يا بوب زين وانا بروح اتفاهم معه. لا 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 تكفين اقعدي، ما نبي مشاكل معه. لا تخافين يا مي، لا تخافين وين امك، تبين نفسك انت بس. على يا وقت وين اللي على بالي يجي ويروح. اقول لك تبي حق راسك ولسنه قدام. اي والله تكفى مقطوعين. زوجني اختك اللي شفتها برا، وابشر وابشر بو والله اني سنعك بكل شيء. قوم انت وياه واطلعوا برا. انتوا ما تخافون الله؟ انت ما تستاهل دمك؟ ما عندك نخوه ولا رجوله؟ مدخل رجال غريب على علك. الرجال هذا بينهم عند الليله غصبا عن اللي يرضى واللي ما يرضى. تقلعي. ما باقي الا السرابيت تسكنون ببيتي. اقول يا نواف طلع برا. الرجال هذا اللي مو بعجبك يصير زوج بنتك، زين؟ فاحترميه واحترميني، فاهمة؟ كفو يا النسيب. فككوها. هدي هدي يا مي، وراس كذا عجلة. أقول لس مسكتهم قربت. أنت بس انتبهي للوالدة وانتبهي لنفسك، خلي الموضوع علي. يلا مع السلامة. موجودين؟ ايه ادخلي ادخلي. الموقع محاصر ترى، ما في داعي للمقاومة. اقول ابعدوا ولا فجرت راسه. نزل السلاح وتفاهم. نزل سلاحك، نزل سلاحك. تركوا لنا. Thank you.